السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. نرصد لحضراتكم أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، والبداية من أهم العناوين. من صحيفة الزمان: الحكومة، حرائق المحاصيل الزراعية مفتعلة وتقف وراءها أجندات. من القدس العربية: أحزاب عراقية تقاطع العمل السياسي وتعلق مشاركتها في الانتخابات. من العربي الجديد: تركيا تعتبر من يبرر العدوان الإسرائيلي على غزة شريكا في القتل. من عربي 21: المقاومة تقصف أسدود وعسقلان ومقتل وجرح إسرائيليين. ومن صحيفة نيويورك تايمز: إذا أشعل الشارع الفلسطيني انتفاضة جديدة فستكون هزة للجميع بمن فيهم المطبعون. وواشنطن بوست تقول: أمريكا تدعو للتهدئة في القدس وتلوم الطرفين، لكنها جزء من المشكلة والتمييز ضد الفلسطينيين. وأخيرا من العرب اللندني: الكاظمي يمهد لعودته إلى رئاسة الحكومة العراقية في مركبة التيار الصدري. أهلا بكم. الممارسات الطائفية التي تنتهجها الميليشيات وبرزت بشكل أوضح في الآونة الأخيرة تعبر بصفة سافرة عن مقاومتها للوعي الوطني العابر للطائفية الذي أشاعته الانتفاضة الشبابية العراقية في أكتوبر 2019. مقال للكاتبة باهرة الشيخلي، دعونا نستمع إلى جزء منه. الحقيقة أن للميليشيات الولائية نهجاً راسخاً في المحافظات السنية، حيث رفعت فيها مثل هذه اللوحات، بل وأقامت احتفالات وطقوساً طائفية وأجبرت الأهالي على المشاركة فيها. كما أن الملاحظ أن مثل هذه الفتنة تقوم بها الميليشيات الطائفية في المدن والمناطق السنية قبل كل انتخابات نيابية في البلاد. يشير الواقع إلى أن المستوطنين صمموا سلفاً مشروع تخريب العراق عبر طائفية فكراً وسلوكاً، وعدوا المواطنة العدو الأول الذي يتعين الإجهاز عليه. تسلل الميليشيات إلى قوات الشرطة والأمن سمح بالسيطرة على تحركات المواطنين العراقيين والتجارة وغير ذلك من جوانب الحياة الخاصة، وتهدد الميليشيات الصحفيين وتقطع الطرق المؤدية إلى مناطق تجارية مهمة لعرقلة الأعمال، بل وتنقل مواطني بعض القرى إلى مواقع مجهولة. يلفت التقرير إلى أن الميليشيات تلجأ إلى التهديد لتعيين الأكاديميين المفضلين لديها مسؤولين عن بعض الكليات الأكثر أهمية في المحافظات التي تعيث فيها تخريباً وفساداً. تكمل الكاتبة قولها: من هذا كله نستنتج أن دولة الميليشيات الولائية هي التي تتحكم بمصير العراق، ومن رئاسات الثلاث إلى ديكورات تخفي وراءها الخراب الذي حل بالعراق. ورغم أن اغتيال القيادي البارز في قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والقائد الإيراني قاسم سليماني وجه ضربة كبيرة إلى هذه الميليشيات، إلا أنه في الوقت نفسه دفعها نحو المزيد من التوحش والعدوانية. يقول الكاتب علي حسين في مقاله بصحيفة المدى: منذ انطلاق تظاهرات تشرين وأحزاب السلطة تريد أن تؤكد للعالم أن الذي سرق البلاد وخربها وأشاع الطائفية والمحاصصة وباع المناصب إنما هم العراقيون الذين تظاهروا في ساحات الوطن، وأن تحرير العراق من الناشطين بات مقدما على تحرير العراق من الفساد والانتهازية. في ظل نظام سياسي اعتقد المواطن المغلوب على أمره مثل جنابي أنه ديمقراطي، وفي ظل مؤسسات أمنية كان يفترض أنها خدمة للشعب، وما زال البعض يعتقد أنه يحمل تراخيص لإذلال الناس وقتلهم وتهجيرهم. اليوم ونحن نقرأ خبر اغتيال الناشط إيهاب الوزني، فإننا نجد أنفسنا أمام عملية ممنهجة للاستمرار في ترسيخ ممارسات التسلط على الناس. في هذه البلاد المغلوبة على أمرها جرت وقائع وأحداث كثيرة أعادت إلى الأذهان أساليب القتل والخطف التي تمارسها الحكومات المستبدة،
سيقول البعض إن هذه حالات فردية متناثرة هنا وهناك، ونقول إنها رسائل رعب أرسلتها جهات متنفذة تملك المال والسلاح والسلطة لكل من يختلف مع منهجها التخريبي. ولهذا لن يكون مفاجئاً أو غريباً أن تسجل جريمة اغتيال إيهاب الوزني ضد مجهول مثل معظم بل كل الكوارث التي تصيب هذا الشعب وتسجل ضد السيد مجهول. لا جديد في الأمر سوى اختلاف صفة المجهول، مرة عبوة ناسفة لا تراها القوات الأمنية بالعين المجردة، ومرات أخرى مليارات نهبت وحولت إلى بنوك دول الجوار، ومرات كثيرة دراجات تسرح وتمرح لتمارس مهمة قنص الناشطين. يكمل الكاتب قوله: اليوم علينا جميعاً إدراك أن لا استقرار لوطن يمارس فيه الجلاد وظيفته بقوة السلطة والنفوذ، وعلينا أن نقولها مرتين وإلى ما لا نهاية، إن الجلادين ومن يقوم بحمايتهم يجب أن لا يفلتوا من قبضة القانون، وعلينا أن ندرك جميعاً أن لا عدالة مع مثل هكذا أفعال، ولا استقرار مع قوانين تغض طرف عن القاتل والسارق، ولا مستقبل لبلاد يقودها مسؤولون يرون الجريمة وينكرونها وكأنها لم تحدث. هل ينتفض العراقيون لهؤلاء الشجعان الذين ضحوا بحياتهم ويقتلعون العشب السام، الميليشيات والسياسيين والفاسدين والطبقة وطبقة رجال الدين؟ من الجذور ويحققون ثورة شعبية تخلص المجتمع من كل هذه الوجوه التي أوغلت في القتل والسرقة والقمع والدجل والخداع، ويكون المجتمع مدنيا وإنسانيا بلا هويات مغلقة؟ يتساءل الكاتب محسن السراج في مقاله بموقع كتابات. القتلة ينفذون أجندات ميليشياوية تابعة، وأي شمعة مضيئة في العراق يطفئونها. من قبل اغتالوا هادي المهدي ثم الروائي علاء مشذوب وصفاء السراي وخيرة أبناء هذا البلد. الغرض من الاغتيالات التيه للعراقيين كي يكونوا بلا بوصلة تقودهم إلى بر الحرية والكرامة والحياة. طبعاً أي دارس للتاريخ هذه الطريقة ستنقلب بالضد، وسيكون هؤلاء الأبطال الشجعان نبراساً للجميع بكلماتهم وأفعالهم، وستدفع الكثيرين للتفكير لماذا يحصل هذا. وهذه ستكون بداية الثورة السياسية ثم المعرفية. الأهم أن تعرف عدوك وتعرف نفسك. وقد اغتيل إيهاب الوزني لأننا رأيناه يتحدث عن حقوق الفقراء وضد سيطرة المافيا الدينية في كربلاء على المستشفيات الأهلية التابعة لهم وتعطيل الخدمات الصحية في مستشفيات الدولة، حيث يعرف أهل كربلاء والنجف مدى تغولهم، حيث يجتمع الاستغلال الاقتصادي مع الاستغلال الديني والسياسي. وإيهاب الوزن أيضاً من قادة الحراك التشريني، وخسر أهل كربلاء والعراقيون من قبل مفكراً وروائياً وهو علاء مشذوب، لأنه كتب مقالاً ينتقد فيه الخميني، وههم اليوم يقتلون قائداً ميدانياً آخر. يقول الكاتب: هناك أدلة أن جماعة عصائب أهل الحق تمارس الخطف والتعذيب ولها مقرات في بغداد، بل جماعة مقتدى الصدر مارست قتل المتظاهرين العراقيين واغتيالهم، ومقتدى الصدر نفسه كان ولا يزال محرضا على الحراك التشريني. وأما هادي العامري وجماعة بدر فهناك اعترافات من قبل أشخاص كانوا معهم ولديهم الآن صحوة ضمير كشفوا الدورة الإجرامية. لهذا لابد أن تعرف الناس حقيقة هؤلاء الأشخاص. يقول الكاتب إياد الدليمي: هناك حاجة أمريكية ملحة من أجل إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط المتعب والمرهق، والذي تعتقد إدارة بايدن أنه يحتاج إلى شرطي جديد. في واقع الحال تبدو إدارة بايدن مستعجلة لإغلاق كثير من ملفات الشرق الأوسط التي باتت عبئا كبيرا على الولايات المتحدة، التي صارت على مقربة من أن تسلم الزعامة الاقتصادية للصين التي يبدو أنها استغلت جيدا هذا الانغماس الأمريكي في قضايا المنطقة والعالم لتتغول وتتمدد وتنافس حتى في عقر دار الولايات المتحدة. يقينا أن سنوات من التغول الإيراني في المنطقة برعاية أمريكية
وصعود نجم طهران كقوة إقليمية مع ما يشمله ملفها النووي المثير للجدل من مخاوف لدول المنطقة، كل هذه الأسباب دفعت بعض الدول العربية للاعتقاد بأن مصلحتها في التحالف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقاد سهل لتل أبيب كثيراً من العمل اللوجستي ضد طهران. وهنا لابد أن نشير إلى سرقة إسرائيل نحو نصف طن من ملفات البرنامج النووي الإيراني، والتي أعلن عنها نتنياهو في مؤتمر صحفي قبل نحو عامين ونصف العام، وما كانت لتتم لولا مساعدة دول بعينها. اليوم تدرك واشنطن جيداً أن عودتها للاتفاق النووي مع إيران لا تعد أن تكون وسيلة ضغط على طهران، فكل الدلائل تفيد بأن التحكم بالبرنامج النووي الإيراني بات بيد تل أبيب وليس بيد طهران بعد الكم الهائل من الوثائق التي تمت سرقتها. وبالتالي فإن العودة إلى هذا الاتفاق ستكون سيفاً مسلطاً على رقبة طهران التي تدرك ذلك جيداً، والتي باتت اليوم تبحث هي الأخرى عن أبواب المصالحة والتهدئة في المنطقة، ولعل ما تم في بغداد من لقاءات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين يؤكد ذلك. ويقول الكاتب: اليوم وبعد سنوات من الشد والجذب الذي شهدته المنطقة وحرب المحاور التي رعتها واشنطن، تجد المنطقة نفسها مكبلة أكثر من أي وقت مضى بمشكلاتها وتعقيداتها وتقاطعاتها. وفي خضم ذلك تأتي الرغبة الأمريكية بالانسحاب من ملفات الشرق الأوسط لتسارع العواصم المتقاطعة والمتصارعة حتى إلى إعادة ترتيب أوراقها بحثاً عن سنوات سمان أخرى. يتساءل الكاتب ساري عرابي: ماذا كسب الفلسطينيون في هبتهم الأخيرة؟ واحد لك، أو طبعا هذا المقال كان بمقال نشره في موقع عربي 21، جاء فيه: الهبة المكثفة المتنقلة من باب العمود إلى حي الشيخ جراح إلى المسجد الأقصى، والتي تمكنت من دفع الاحتلال لتفكيك إجراءاته الأمنية في ساحة باب العمود والمناورة التكتيكية عبر المحكمة العليا في قضية الشيخ جراح، هذه الهبة يمكن عدها من أهم التحولات المفصلية في تاريخ كفاح الفلسطينيين من حيثية التوقيت والنتائج المادية والمعنوية. أبطلت الهبة المفاعيل المعنوية المحبطة لموجات التطبيع وما رافقها من دعاية وكشف زيف هذه الدعاية، وحشرت أصحابها في الزاوية. والأهم في هذه النقطة أنها كشفت من جديد عن عمق الحضور الفلسطيني والمقدسي في الوجدان العربي والإسلامي، ما يدل على أن فلسطين من النماذج المهيمنة التي سرعان ما تصعد إلى سطح الفعل والتفاعل بعد عمليات طمس عميقة ومبرمجة، كما أنها وفي السياق نفسه دلت على جلاء عدالة القضية على النحو الذي لا يحتاج أكثر من تعزيزها بالصمود والمواجهة. لم يكن الاحتلال يتمدد استعمارياً وفي تكريس وقائعه الاستيطانية والتصفوية للوجود الفلسطيني إلا في فراغ من الهدوء. هذا الفراغ وفره وجود سلطة في ظل الاحتلال تغطى بها الاحتلال للتمدد إقليمياً ودولياً، والأخطر للتمدد استعمارياً في فلسطين. تعود الهبة أخيراً لإبراز حقيقة أن العالم لا يأبه للضحية المستكينة، فالمواجهة وحدها التي تبطل التمدد في الفضاءات الإقليمية والدولية خارج فلسطين، والأهم أنها وحدها التي تبطل النجاحات الإسرائيلية على الأرض. يكمل الكاتب قوله: تسعى المقاومة في غزة بتدخلها لكسر معادلة الاحتلال التي يحاول بها تقييد سلاح المقاومة بالمنطقة وتقييده بظروف المنطقة، ثم تسعى بعد ذلك لتكريس موضعه أو موضعة نفسها في سياق برنامج تحرري لا في سياق وظيفي ضيق. بعد انتهاء مهلة حماس مساء الاثنين الماضي وإرسالها رشقات من الصواريخ نحو غرب القدس وغلاف غزة، يمكن القول أن حماس باتت لاعبا رئيسا في ملف القدس. يتحدث الكاتب عمر عياصرة في مقال بصحيفة السبيل عن قواعد جديدة في القدس. الربط الحمسوي للمقاومة وإمكاناتها في غزة مع ما يجري في القدس إلى الآن يمكن اعتباره فاعلا ولاعبا معقولا، ولكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لاختباره.
بالمقابل يسطر المقدسيون صموداً أسطورياً وفي كل منازلة يراكمون انتصاراً على انتصار. وبتقديري إنهم رغم ضعفهم وحصارهم وانكشافهم إلا أنهم الرقم الأول في المعادلة. حماس بدخولها ساحة القدس من خلال كتائب القسام ورشقات الصواريخ تكون قد قللت من انكشاف المقدسيين وزادت من الضغوط على إسرائيل وعلى جميع الأطراف العربية. بدورها تبدو السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح في أصعب حالاتها تخسر بالنقاط إلا إذا استدركت وقررت أن تزاحم حماس في المشهد المقدسي. يقول الكاتب إن التطورات الجارية في القدس وازنة وتحتاج عملاً مختلفاً ومواقف عملية جادة، ولعلها فرصة للتذكير بأن ثمة لاعباً قوياً اسمه المقاومة يحتاج إلى الدعم والالتفاتة. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، عن أزهار الكرز التي تزين حدائق برلين مع بدء فصل الربيع. فمع قدوم فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة بدأت أزهار الكرز بالانفتاح، مضيفة لونا خلابا إلى حدائق العاصمة الألمانية برلين. وأقبل الألمانيون على الحدائق للاستمتاع بالهواء النقي والطبيعة الجذابة. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة الكاريكاتير. في الختام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.